اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم حبينا نشوفوا وش يقولون المواطنين الجزائريين على الشبكة البرامجية الخاصة بشهر رمضان الكريم اللي حتكون وتجوز في قناة النهار. تابعوا معنا. بكل صراحة واش تقدر تقولنا على الشبكة البرامجية الخاصة بشهر رمضان اللي حتكون في قناة النهار؟ والله يعني ممتازة، يعني أصلية دينية ترفيهية متنوعة. ما تقدمه النهار من ومضات لهذه الأيام مشوق، لأنه أن نشاهد هذه البرامج وكأنه جرعة حتى تخلي تشهينا باش نشوفوا ما سيبث يوميا عبر شبكتها خلال رمضان. أتمنى أن تكون هذه البرامج بمستوى هذه الومضات الإشهارية. شفت بزاف برامج اللي راح تندار في هذا رمضان ان شاء الله، برامج في النهار تي في بيان سور. شفت برامج ترفيهيه، برامج ثقافيه، برامج دينيه، وانا نستناو فيها ان شاء الله. بيان سور غير كيما شفنا داروا لي برومو تاع كاميرا كاشي تاع الطبخ، كلش داروا بيان. احنا بزاف نتبعوها في الدار قناه النهار، وانا نستناو ان شاء الله البروغرام تاع رمضان. نحب لي كاميرا كاشي تاع رمضان، شفت في نهار تي في. شفت هذيك تاع الحبس جو كخوا مع ياسين كنطاش. وي الوغ جات دو فوا سا، هاني نستناها. كاميرا كاشي هذيك تيديروها لي جواغ، هاني نستنى في تاع الطبخ، هاني نستنى برامج دينيه، هاني نستنى في بزاف عفايس وراوهم شابين عجبونا. كاين كذلك مثلا طاكسي المربوح، فيها اسئله متنوعه ثقافيه ممكن نستفادوا منها ويستفادوا منها ابنائنا، وفي نفس الوقت فيها عنصر التشويق تاع يربحوا مبلغ مالي. كذلك برامج الطبخ كانت متنوعه. رانا حكمنا كذلك هذيك اللي دات ضجة كبيرة، يعني صراحة شفنا، يعني رانا حكمنا خلتنا نشوفوا طبيعة الناس، يعني بطبيعة نتاعهم وثقافة نتاعهم وكل شيء. الجميل في البرامج التي ستبثها قناة النهار في شهر رمضان أنه نشوفوا بلي إنتاج وطني محلي. بون عجبوني كاع البروغرام تاع النهار، أنا نستناو فيه وان شاء الله كنا رانا حكمناك. انا حابين نشوفوا لي جوار كيفاش يخمو كيفاش دايرين. رانا حكمناك برنامج، يعني قد ما كانوا ترفيه وكنا متشوقين باش نشوفوه، الا اننا شفنا عقليات تاع الجزائريين وكاين اللي حبيناهم في رانا حكمناك. والله غير صافي بليزير كي تفرج هكا النهار مع الاهل تاعك وكاع، غير بليزير كبير. قناه النهار هي قناه ثريه بالبرامج في شهر رمضان، حيث انها تقدم حصص دينيه تفيد المشاهد الجزائري. تاع الطبخ كلي كاميرا كاشي. شغل برامج من جهه ترفيهيه ومن جهه ثقافيه، من جهه ترفيهيه ومن جهه ثقافيه، فاهم؟ بلا النهار رمضان ما يجيش شباب. حنا رانا نستناو كامل في النهار في رمضان. صافي بليزير، تنوع كيكون التنوع صافي بليزير. تاع الطبخ عجبوني بزاف وانا نستناو فيهم. كاين شاب راح يقدم اكلات يعني بطريقه مبتكره وابداعات، وربما راح هذه اضافه من قناه النهار في شهر رمضان، راح تكون اضافه لكاميرا كاشي. وين جاب كاميرا كاشي؟ بون كاين دو احسن ما شفت في لي بيبليسيتي، اللي يجيبوا لي جوار واللي يجيبوا ليزاكتور تاع الحبس. ثاني حاجه باينه تكون في القمه، وكما عودتنا قناه النهار تي في بالبرامج تاعها ولكاميرا كاشي تاعها. البرامج الدينيه برامج الدينية هما اللي ذاك. واش راك تشوف فيهم؟ نشوف فيهم يعني حاجة مليحة للمجتمع، للأصالة نتاعنا، للدين نتاعنا. كاين كاميرا كاشي كيما تاع النووي تاع إصدارك يا مبارك، وتاع هذيك تاع لي جوار الطاكسي المربوح هذيك نتبعها دائما، حيث أنها حصة ثقافية. بلا النهار ما كان والو. النهار شغل في رمضان الانسان يريح، جو عائلي، سي مانيفيك، فور حاجه فور. نتمنى لها اعوام زاهيه والتقدم ان شاء الله. النهار محبوبه والناس كامل يشوفوها. بون كونتينياسيون، ونتمنى تكونوا في المستوى كما يقول لك، وي بون كونتينياسيون. صحه رمضانكم. رمضان مقبول ومبارك. نتمنى لكم رمضان كريم ان شاء الله، ان شاء الله رمضان الخير ينعاد علينا بالصحه والهنا على الامه الجزائريه اجمعين.